نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح الاستدلال بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حين صلى كان الدم ينزف منه ولم يتوضأ؟ نعم، هذا دليل للذين قالوا إن خروج الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء، بدليل أن عمر رضي الله عنه أكمل الصلاة. وأيضا الصحابة كانوا يجرحون أثناء الصلاة، تجيهم سهام يجرحون يسيل منهم الدم يستمرون في الصلاة. هذا دليل من يرى أن الدم لا ينقض الوضوء وإن كان كثيرا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.